بكم في كوزينة أمنيات، نتمنى تكونوا بخير على خير ان شاء الله يا رب. اليوم ان شاء الله غادي ندير كفتة السردين في الفرن. انا عندي كمية قليلة، انتم دبلوا المقادير. لحقتش انا مازال غندير السردين يعني هكا صحيح في الفرن، داكشي اللي جات كمية قليلة. انا عندي هنايا الشطون، داك السمك السردين الصغيور. مهم، وعندي بصلة مفرومة، قزبر المعدنوس. بالنسبة للتوابل غادي ندير الملح، ملح حسب الذوق، الكمون ضروري من الكمون، المراكشي معروفين بالكمون، فلفل احمر حلو، البابريكا ممكن ديروا الهريسة، فلفل اسود فقط القليل. كي اللي تيدير السكنجبير، انا ما تيعجبنيش السكنجبير في السردين، تجيني بحال الا غندير المرقه. ثوم بودرة، ممكن استعمال ثوم عادي، وغندير الكركم. تتعرفوا مدى يعني أهمية ديال الكركم، وغندير زيت الزيتون. كاين الناس اللي تدير الشحمة، انا ما تعجبنيش الشحمة وما نحمش ريحتها، لكن هي تجي زوينه في الشوق. صافي، غنخلط هذه المكونات جيدا ونخليها في الثلاجه تتشرب. غنخليها صراحه 6 سوايع تتشرب على خاطرها، وديك الساعه نكورها ونديرها في الفرن. نرافق ان شاء الله الكفته بالزعلوك، غنديرها سريعه جدا، يعني سلطه ديال الباذنجان. كما قلت لكم غنديرها زعلوك ولكن سريعه جدا، غنديرها في الكوكوت. غادي نخلي لكم الرابط ديال الزعلوك اللي كنت صاوبته، راه كاينه في القناه. هو مقلي صراحه، انا هذاك هو اللي تيعجبني، ولكن مره تيعجبني نديرو بحال هكا باش ما نديروش كثره الزيوتات وداكشي. ولا كنتو زربانين، هذه احسن طريقه. تخليو القشره خليوها، بغيتو تديروا اشريطه ديروها اللي بغيتو. اول غادي ندير فقط الملح حسب الذوق، وندير زيت الزيتون. انا تنطيبو بزيت الزيتون، بغيتو تطيبو بالزيت العادي، لكم كامل الاختيار، ولكن من الاحسن زيت الزيتون. ونحطو يتشحر. شوفوا راه شحرت شويه ديال الباذنجان، وغادي نزيد عليه مطيشه، والماء راني صفيتو مع الضعش، غادي نخليه يتقلى. ما يتقلى شويه عاد نزيد التوابل. كذلك الثوم ان شاء الله، نزيد شويه الربيع هنا. اختياري غادي ندير عصير الحامض، ممكن ديروه في الاخير، ممكن ديروا طريفات ديال الحامض المصير اللي بغيتو. انا تعجبني ندير العصير من الاول. ندير الكمون، الفلفل الاحمر الحلو. صافي، هادو هما التوابل اللي غندير. نحرك جيدا، ومن بعد غادي ندير قليل من الماء ونسد عليه حتى يطيب. الا سديت عليه غنخليه فقط 10 دقائق، لان راه كلشي طايب. هذه سلطه سريعه ديال الباذنجان، ولكن الزعلوك المفضل عندي هو المقلي. خلطوا العناصر مزيان مزيان. الله، غادي نزيد الماء ونسد عليه. صافي، ما غاديش نكثر، وغادي نسد عليه. يهمني تصفر، نحسبوا له 10 دقائق على نار متوسطه، ما تجهدوش على البوطه غتحرق لكم. انا ما كترش الماء، لانه كما تتعرفوا المنتشره تتخرج الماء ديالها، فردوا البال. ولا خفتوا مره حركوا الكوكوت وشوفوا واش فيها الماء ولا لا، تلقاو من بعد ملي يطيب ان شاء الله كلشي. ومن مور 10 دقائق طفت عليه، خليته حتى صفر، سكتت وخليت عليه وحليت عليه. ها نتوما الا بان لكم باقي فيه المرق، زيدوا ليه شويه الطياب وصافي بلا ما تغطيو. صافي، ها هي بعدا هادي وجدات. ضروري ما ندير سلطه، سلطه اللي درت فيها مطيشه، البصله، الخس، الثومه، الجلبانه،
كانت عندي مفوره، شويه من الزيتون والبيض المسلوق، هادشي اللي كان. بالنسبه للدريسينغ غنديرو حتى نبي نحط زيت الزيتون، عصير الحامض، الملح والفلفل الاسود ولا الابيض، هادشي اللي كان، وعصير الحامض والخل. بعد ما دازت مده باش تشرب هذاك سردي التوابل، دابا غنشكلهم كويرات، اما دهنوا يديكم بالزيت او بالماء وشكلوا كما بغيتوا. باتي هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا اللي تيكون ساهل المهل. المهم كما شفتوا هنايا كفته ديال السردين، داك الصغيوار، سردين مشوي، سلطه الزالو وسلطه عاديه. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وينال رضاكم ان شاء الله يا رب. تلقاو في فيديو ثاني ان شاء الله. احبكم في الله. بسلامه.